صباح الفل. لو انت مهندس زراعي او بتربيها بدأت في الفيديو ده ليك. مشكلتنا الازلية المرتبطة بالزرع هي الحشرات اللي بتصيبه. واحدة من اشهر الحشرات دي هي التريبس. النهاردة هنعرف كل حاجة عنها، وصفها، انواعها، دورة حياتها، شكل الاصابة على النبات، وكمان ازاي اكافحها واتخلص منها. معاكم مهندس اميرة طه، يلا نبدأ الفيديو. تريبس في مصر او في البلاد العربية ممكن يكون اسمها الافات الرعدية، حشرات العواصف، ام الذرة. اسمها العلمي تريبس من رتبة سيانو بيترا. العائلة بتاعتها تريبيدي. يبقى اكتر من 130 نوع نباتي ما بين خضروات، محاصيل، نباتات زينة. انواعها كتيرة جدا، من ضمن او اشهر انواعها تريبس الفيكس بنجامينا، تريبس العنب، تريبس البقوليات، تريبس التبغ، وتريبس القطن. التريبس المتعارف عليه انه آفة زراعية خطيرة، لكن في انواع منه مفترسة بتتغذى على الآفات الحشرية والحيوانية التانية زي الأكروسات او العناكب الحمراء. الوصف بتاعه هي حشرة صغيرة حجمها صغير، بتتراوح ما بين 3 ل2 ملليمتر. حجم الذكر اصغر من حجم الانثى. الوانها متعددة، في منها الاسود، الاصفر، البني. آلة وضع البيض ليها شكلها منشاري. البيض شكله كلوي ولونه شفاف. ليها زوج من الأجنحة وليها قرون استشعار. قرن الاستشعار في الحشرة الكاملة بيتكون من 6 ل9 عقل، في الحوريات 6 عقل فقط. عن الفم، الفم شكله مخروطي من النوع الخادش المص. يعني ايه خادشة مصة؟ يعني شبه المنشار، بتعمل جرح او خدش في الورقة، في ورقة النبات اللي هي البشرة، فبتسيل من العصارة النباتية اللي هي اصلا بتتغذى عليها، فبتقوم بامتصاصها والتغذية عليها. نتيجة الامتصاص او نتيجة الخدش بتاع الورقة بيحصل حاجتين. الحاجة الأولى بيحصل فجوات في الورقة بتظهر باللون الفضي في البداية نتيجة انعكاس ضوء الشمس عليها، بمرور الوقت بتتحول للون البني. والتانية التفاف الورقة على شكل معلقة، ودي استفادة للتريبس لأنه بيستخدمها لحمايته من أشعة الشمس، لأنه هو مش بيحب الشمس، وبالتالي الورقة بتموت في النهاية وبتتساقط. دورة حياتها بتاخد شكلين. أول حاجة التدريجي، البيضة يرقة أو حرية، بعد كده حشرة كاملة، شبه تام، بيضة يرقة أو حرية، وطول ما قبل العذرة ثم العذرة ثم الحشرة الكاملة. نتكلم شوية بالتفصيل عن دورة حياة التريبس. الشبه التام، أول حاجة البيضة، بعد كده الانسلاخ الأول لليرقة، الانسلاخ التاني لليرقة، طول ما قبل العذرة، طول العذرة، الحشرة الكاملة. بالمناسبة طول ما قبل العذرة والعذرة بيكونوا فترة حساسة جدا في حياة التريبس، لأنها بتكون في التربة، فأي تقليب للتربة أو تهوية أو شقرفة بيموت عدد كبير جدا منها. عشان كده في الفترة دي بينصح بتقليب المستمر للتربة، عشان هيساعدنا ان احنا نموت عدد كبير منها، ومش هيكمل دورة حياته ليوصل للحشرة الكاملة وبعد كده يعيد نفس السايكل تاني. ودي من خطوات المكافحة الميكانيكية. الأطوار الضارة في التريبس هي الحشرة الكاملة واليرقات أو الحوريات. ظروف الانتشار، بتبدأ النشاط بتاعها في الربيع، الجو المثالي ليها بتحتاج رطوبة عالية جدا، حرارة قليلة، عشان كده أنسب جو ليها هو جو الصواب الزراعي، بيزيد نشاطها في الليل. أسباب أو زيادة سرعة انتشارها كذا حاجة، من ضمنهم حجمها الصغير بيسمح لها بالتنقل من مكان للتاني. التكاثر بتاعها بتتكاثر بأكتر من طريقة، بتتكاثر بكريان وجنسيا. أساليب الحماية ليها كتيرة زي افراز الفرمونات لتحذير باقي الافراد في حاله الخطر، بتكون اورام في النبات نفسه بتعيش جواها. وسائل انتقالها، بتتنقل عن طريق الرياح، بتتنقل عن طريق حركه النبات المصاب. ادوات الزراعه لما بتتنقل من نبات مصاب لنبات سليم، ملابس العمال نفسهم. اعراض الاصابه بتاعتها، بتصيب الاوراق والازهار والثمار خاصه الحديثه، بتتغذى على العصور النباتيه زي ما قلنا، بتشوه الاوراق وبتسبب التجاعد بتاعها، وبتسبب لها اللون الفضي نتيجه انعكاس الشمس، وبعد كده بيتحول اللون الفضي للون البني. بتنقل الرئيسي لفيروس TSWV وهو الذبول التوقعي للطماطم. في حاله الاصابه الشديده بيضعف النبات بالكامل وبتسبب موته. ده شكل اصابه على فيكس بنجامينا، تجاعد الاوراق وتحولها للون البني. وده منظر برضو للبيض والحريات والحشرات الكامله. ده شكل الحريات، ده شكل تجاعد الأوراق اللي بتسببه، بتخلي الورقة شبه المعلقة. المكافحة بقى في كذا طريقة، في ما عندي مكافحة ميكانيكية، كيميائية، حيوية. حاجة المكافحة الميكانيكية زي تشميس التربة
بعمل رية كدابة قبل الزراعة للقضاء على الطور الساكن، التبكير في الزراعة الصيفية لأن هي زي ما قلنا مش بتحب الشمس، مش بتحب درجة الحرارة العالية. نظافة التربة، بعمل عملية العزيق باستمرار، بسمي التسميد جيد. تاني حاجة هي المكافحة الحيوية عن طريق المفترسات. المفترسات زي ايه؟ زي أسد المن، زرافة سيرفس، ويرقات أو الحشرة الكاملة لحشرة الدعسوقة أو أبو العيد. المكافحة الكيميائية، لازم أراعي 3 نقط: ان انا اكرر الرش كل 5 ايام، اخلط المبيد الحشري بزيت معدني بالتبادل، وانوع بين المادة الفعالة للمبيدات. طبعا مكافحة كيميائية بمبيدات كتيرة جدا، اسهلها اللمبادا، كلوروزان، بيستابين، دلتا مسرين، اميدا كلورو برايد وغيرها. في النهاية اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى يكون لمينا الموضوع كله بشكل مبسط كده. ولو حد عنده اي استفسار يسيبه في الكومنتس.